أنا أولاً في المقام الأول مواطنة بحرينية، يعني أعشق البحرين، سماءها، أرضها، رطوبتها، حرها، بردها، يعني أمور دي عايشة وتمشي في وجداني وفي دمي. يعني عشنا في بيئة كل أفراد عائلتنا يعني يتغنون بشيء اسم البحرين. يعني هاي لما تيجي حق تركيبة الإنسان في بدايته تشوف ما هو هذا الإنسان اللي أنت بتشوفه في المستقبل، كيف كان وكيف أصبح. أنا نشأت في فريج الفاضل. يمكن في ناس وايد يستغربون من نشأتي في فريج الفاضل وأنا عوضية. فريج الفاضل يفصله شارع، أنت يمكن ما شفت البحرين يعني من 50 أو من 60 سنة، أنا يعني الحين وصلت من العمر 70 سنة. يفصل ما بين فريج الفاضل وفريج العوضية الشارع اللي في المستشفى الأمريكي. كان في حديقتين من أحلى الحدائق اللي كنا نلعب فيهم وإحنا صغار، بنات وأولاد. يعني أنا نشأت في بيئة ما تفرق بين البنت والولد، نلعب مع بعض في البيت وفي الشارع. يعني كان أنا واحدة من أصحابي صبيان أكثر منهم بنات. يعني في فريج الفاضل أتذكر بيت خلفان أولادهم سمير وحسين، وبيت الخاجة يوسف الله يرحمه، وبيت محمد حسين باقر. فنشأنا وبيت العصيمي وبيت الذكير، نشأنا يعني لسنا فريج وإنما بيت واحد متعدد البيبان. ما شاء الله، عرفت شلون؟ فنشأنا التنشئة، وكانت هذه التنشئة تعشق شيء اسم البحرين، الرجال والنساء والشباب والأولاد. يعني إذا يمر غريب يعرفون أن هذه ليس من الحي أو من الفريج، من الفريج. هذه هي التنشئة. طبعا أنا يعني نشأت في عائلة لم يكن لي والدي متوفي وأنا صغيرة، يعني لا أتذكر والدي. نشأت يعني في عائلة يعني الوالد يعني الأب افتقدت فيها الأب، فهمتني شلون؟ فيمكن هاي محطة من محطات اللي نوعا ما أثرت في تكويني في نفسيتي، إن في فرق بيني وبين الأطفال اللي عندهم أبهات. فكنت أسأل الوالدة فما كانت تجاوبني، كنت أسأل جدتي لأمي اللي هي عايشة الوزان، امرأة قوية، امرأة يحسب لها ألف حساب في الفريج. فكانت تقول لي أنت أحسن من غيرك. قلت لي ليش؟ تقول لي أنت على الأقل الله خذ أبوك، لكن أنت لما تكبرين ما حد يقدر يزوجك، أنت حرة نفسك، أنت خلقتي لتكوني حرة. فهمت؟ فهذه كلمتها هي اللي أثرت في قراراتي، في حياتي، في مشوار المهني، في مشوار العائلي، في مشوار الاجتماعي. المرحلة الدراسية طبعا الابتدائية احنا درسنا في مدرسة عائشة أم المؤمنين، ثم مدرسة الثانوية اللي في المنامة قسم الأدبي. لما تخرجت كنت من الأوائل، من السبع الأوائل على دولة البحرين. ما شاء الله. فحصلت لي منحة من دولة الكويت، فاتجهت إلى جامعة الكويت. وكان لأن احنا منحة فهم اللي قررون لنا التخصص، الوزارة اللي تقرر التخصص. طبعا تخصص القانون لم يطرأ على بالهم ولا كان في فكر أي واحد من المسؤولين. لا. فاختاروا لي تخصص إنجليزي باعتبار أن هذا التخصص في نقص في المدارس، عشان آية أكون مدرسة في مدارس الدولة. فرحت أنا في الكويت وما عجبني كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، ما عجبتني. فشفت في مبنى يعني أو صفوف يمنى بكتب عليه كلية الحقوق والشريعة الإسلامية. فدخلت قعدت، ما حد سألني أنت من، فانزويت في كرسي آخر. يعني هو كان صف واحد، كنا سبع بنات بس، وبس الكراسي في أكثر من صفوف. فرحت قعدت آخر صف عشان لا حد يحس فيني أن أنا غريبة. وقعدت أسبوع واحد ما حد سألني أنت من. لما الله يرحمه الدكتور العميد عبد الحي حجازي، فقال لي انت اشوفك اسبوع واحد، انت شنو اسمك؟ قلت له انا فلانه الفلانيه. قال لي اسمك ما مسجل عندي من قسم الكشوف الحاضرين. قلت له انا مو مسجله في كليه الحقوق، انا مسجله في كليه الادب. قال لي انت ترجعين كليه الادب؟ قلت له لا، انا حبه هالكليه،
أنا حبيتها. قال لي بس أنت مسجلة، روحي أعمل يعني أنهي أمورك في قسم شؤون الطلبة. قلت له ما بقبلون لأن أنا بعثة وأنا بحرينية، أنا مو بكويتية. لما قلت له العواضف تكني من عواض الكويت، قلت له لا أنا بحرينية وأنا جاية من البحرين والوزارة هي اللي مخصصت لي. قال لي أنا بساعدك، بعطيك فرصة قاعد أسبوع في المدرج من غير أي أشياء رسمية، وبشوفك إذا أنت قدرت تثبتين وجودك وبديهيتك في المواضيع اللي احنا نشرحها بساعدك في الالتحاق بهالكلية. فعطاني الله يرحمه مو بس اسبوع، عطاني 15 يوم ما شاء الله، وسوى لنا امتحان شفوي فاخذت الدرجة النهائية ما شاء الله. فقال لي تعالي، خذني بيدي وداني عند لولا القطامي الله يذكرها بالخير، هي كانت عميدة شؤون كلية شؤون الطلبة، وبذل كل ما يقدر انه هو يثبتني في الكلية. هي قالت لي أنا بتكون علي مسؤولية، أنت جاية من بحرين وأنت بعثة. قلت لها البعثة أنتوا اللي تدفعون لي مو بحكومتي، فليش هم يتحكمون فيكم؟ فقامت ضحكت، قالت لي المسؤولة دي أكبر مني، أنا بتخذ فيها قرار من إدارة الجامعة. وبالفعل إحنا اللي يعني المنحة من عندنا، لكن هم اللي يقررون يعني الدولة اللي توزع. لكن انت شكلك تصلحي لك كلية الحقوق. فهي بعد ساعدتني، فقالت لي يعني انا ما توقعت ردك بهالطريقة الجامدة، وردك يعني انت بحرينية وتقولين البحرين شخصكم من يعني ليش تتحكمون فيكم. يعني عقب فترة اتصلت يعني نادتني قالت لي بس انت ظلي في كلية الحقوق، وافقت مجلس الإدارة مجلس الجامعة وافقوا على ان انت تتمين تنقلي من كلية الآداب الى كلية الحقوق. هي مسألة سهلة، الطالب هو اللي يقرر، بس لان انا بعثة رجعوا، لان انا لما جيت في الإجازة كلمني المسؤول عن البعثات وقلت له انا اللي اختار، انا اذا بروح كلية باتم في تخصصكم ما بنفعكم ولا بنفع نفسي. فالله يرحمه نسيت اسمه، بس كان رجل متفهم. اول شيء كان متضايق، قال انا اول حاله تصيبني تتدخلين في شيء لا يعنيك، انت مو باداره، انت طالبه راح المفروض تلتزمين بالاوامر لي والتخصصات اللي احنا يعني بعد شويه معاه يعني بتفهم رضى بالأمر الواقع لأن الكويت قبله. ما شاء الله. عاد أنا ليش اختار كلية الحقوق؟ وأنا صغيرة أنا عندي خال أمي علي الوزان الكبير، كانوا السيدات في الفريج، في فريج الفاضل يجون يأخذون مشورته. هو يعني مو برجل دين، بس هو رجل يعني متدين، فكانوا يأخذون مشورته في المشاكل اللي يتعرضون لها سواء أولادهم أزواجهم، فيحل لهم المشاكل بالطريقة اللي مشى عليها العرف المجتمعي في البحرين. كأنه كبير الفريج. مو بكبير الفريج، هو رجل كبير في السن ومتدين. يتبقى الحكمة والوقار. يعني هو يعني لا دوره المجتمعي. نعم. بس مو بكبير الفريج. لأن الفريج ما كان لنا كبير، كان يعني فريجنا هني بيت، هني العريض، هني بيت الصباغ، بيت الوزان، يعني كلهم مثل بعض. بس هو لا اعتبار لأنه هو يعني عنده نوع من الجانب التدين، يعني يقرأ قرآن، يقرأ يعني ينادونه مثلا في الأمور اللي تستدعي فيها شو اسمه التشاور. وفي نفس الوقت كان عندنا جارة باكستانية، أنا هذه واحدة من المحطات اللي ما زالت مأثرة في حياتي. كانت عندنا جارة باكستانية زوجها صدر له حكم ضدها، خذ بنته وهي رضيعة. فكانت يعني أنا شفتها تفرك روحها في الأرض، فذي أثر فيني. فلما سألت قالوا هاي الشريعة، فقلت هذه الشريعة، هل إحنا ليش مسلمين؟ هذا أنا فهم. لما قالوا لي إن هذه الشريعة الإسلامية، قلت عيلة أنا ما بكون مسلمة إذا هذه الشريعة الإسلامية. يأخذون ياهل، وأنا كنت صغيرة في الإعدادي، يأخذون طفل أو طفلة رضيعة من أمها وبهدلون الأم وبهدلون الطفلة.
قلت ولما عشان كذي كنت لما كليه الحقوق الشريعه الاسلاميه قلت لازم اشوف احكام الشريعه الاسلاميه. فلما دخلت الكليه وثبت فيها شفت الشريعه الاسلاميه بريئه من كل ما ينسب لها، بريئه كل للبراءه مما ينسب لها. الظلم، الظلم اللي يقع على المراه وعلى الطفل ظلم بني ادم، ظلم الانسان المسلم وليست الشريعه الاسلاميه او الدين الاسلامي. هذه جاي من نتيجه يدت امي عائشه الوزان اللي قالت لي انت ولدتي حره، انت احسن من غيرك. قالت لي لا تزعلين، انت احسن من غيرك. اللي تشوفينهم عيال خالتك وعيال كذا وعيال كذا، في يوم من الايام بيجبروهم يتزوجون بمن لا يقبلونه مثلنا، كانت هي يعني تقول عن نفسها. لكن انت ما حد يقدر يجبرك. امي بعد كان لها دور في حياتي. امي طبعا من الرعيل الاول اللي تخرجوا في البحرين. خالتي كانت من اول الخريجات طبعا المستوى الابتدائي في ايامها في البحرين، وامي الدفعه الثانيه. كانت امي بعد شخصيتها يعني ليست سهله، امراه صلبه. يعني انا جدي احمد الصحافي اللي تعرف مسجد الصحافي اللي صار عليه اشكاليه في سوق المنامه اللي بنوا يمه معبد اليهودي، هذا هو صاحب يعني هو صاحب المسجد هو اللي بناه. اي كنت طول سنوات الدراسه كنت بتفوق، وكنت انبسط يعني افرح فرح كبير ان كانوا يعطوننا مبلغ مالي مقابل التفوق. كان المبلغ يعني لو اقول لك اياه هو 250 دينار كويتي، لكن في ذاك الوقت كان يعتبر ثروه بالنسبه للطالب. ما شاء الله. فيعني تعرف الفرحه اللي تيك اخر السنه طبعا. يعني 250 دينار واو يعني شوف انا لما دخلت كليه الحقوق كنت يعني حتى في العائله كانوا يقولون لي انت ايش تبي في كليه الحقوق؟ كانوا الناس ينظرون ان انت لما تتخرج تدرس تتخرج تفك عائلتك من مصاريفك تصرف على نفسك، فهمت شلون؟ ففتره يقولون انت ليش اخترتي قانون؟ ما بتحصلين وظيفه. وحتى البنات اللي كانوا يدرسون معنا في الكويت البحرينيات يجون ينظرون لي بنظره يعني استخفاف، انت شنو بتشتغلين؟ يعني انت بتكونين عاطله، ما في تخصص، ما في عمل. يعني كلمة قانون ما كان لها مفهوم أو يعني معروفة في البلد، مش دارجة يعني، مش دارجة يعني. يقول لك شنو بتشتغلين؟ صديقاتي وزميلاتي في السكن الطالبات شنو بتشتغلين؟ قلت لهم انتم ما يخصكم، خلنا نشوف. لا. إذا إلا الله بكتبه بيصير بيكون. وحتى كانت يعني عائلتي والدتي تقول لي يا بنتي انت رحتي تعبتي روحي شنو بتشتغلين؟ قلت لهم اللي موجود بشتغل. كان يعني حتى والدتي كانت حامله هم ان انا يمكن ما يعني رغم التعب اللي تعبته ممكن ما حصل وظيفه. طبعا لما رجعت اول مشكله صادفتني مشكله البحث عن وظيفه. اول مشكله يعني اقول لك صراحه اروح اي مكان بما معنى بليها وشربي مايا. فرحت كانت وزاره التربيه اعلنت عن تعيين المدرسات، ورحت حق مديره التعليم الله يرحمها كانت سيده فاضله اردنيه. فسألتها قالت لها شو قالت لي شنو تبين اي تخصص اعطيك؟ فقلت لها رحت معاها مع بنت خالتي اسمها فريده، فقلت لها اعطيني اي تخصص اللي عندك؟ قالت انا اي تخصص؟ قلت لها على الاقل هذا الشريعه الاسلاميه، انا عندي تخصص شريعه اسلاميه تربيه اسلاميه. قالت لا احنا عندنا تربيه اسلاميه ما عندهم في وقتها، كان يسمونه دين. قالت لي انا ما اقدر اي واحد قانون ودرسه يدرس لنا جغرافيا وتاريخ. قلت لها انت كل التخصصات ولا واحدة تخصصها تعمل مدرسة في تخصصها. قبل كانت تطلع برا طردتني اول شيء اول مواجهة. قلت لها انت اعطيني مدرسة الحين تعمل في تخصصها او تمارس تخصصها في الدراسة في التدريس. فقلت تطلع برا، طلعت يعني ما قلت شيء. وظلت ابحث عن عمل. كانت عندي صديقة اسمها ليلى ميرزا، وأبوها كان الله يرحمه علي ميرزا اللي هو الضابط كبير في الشرطة. فقالت لي أنا سمعت أبوي إنه هو يدورون عن بنات يشتغلون في الشرطة النسائية. كان أول ما فتحوا الشرطة النسائية. فقالت لي بقول حق أبوي. قلت لي أقول أنا أبي. وكانوا يبحثون عن تخصص اجتماع، ما كانوا يبحثون عن تخصص قانون، ما كان مطروح شيء اسمه قانون.
فقلت له قولي لا اذا في مجال ان انا اشتغل قانون يعني دارسه قانون اشتغل في الشرطه النسائيه. فقالت له فرح قال هذا احنا التخصص نبي لك لانه مو موجود في البحرين. نادر مو موجود اصلا. فناداني رحت الله يرحمه ورحت حق مستر بيل وافق قال احنا نبي. وهم كانوا عندهم ثنتين ضابطات نسائيات اللي هي عايشة الدوادي وعواطف الجشي. فثنتينهم داخلين في نفس السنة ونفس التخصص ولازم يكون في مديرة لقسم الشرطة النسائية. كانت المديرة إنجليزية فيبون لما ينهي تعاقدها يبحرنون القسم يكون مديرة بحرينية. فهم محرجين إن يختارون أي واحدة من هؤلاء إن هي تكون مديرة. فأنا جيت لهم بصفة تخصص قانوني فأنا أصلح أكون مديرة. ما شاء الله. فهذا السبب الأساسي اللي هم عينوني منه. بس لما دخلت شفت ما عجبتني طريقة العمل اللي هي الطاعة العمياء. وأنا شخصيتي يعني ضد اللي يعني أنا مو متمردة لكن ما أحب اللي لازم كل شيء يدخل الأوامر يعني مثل ما احنا نقول سمعا وطاعة. ما تناسبتني معايير العمل وتركت غص يعني. قالوا لها أول مرة يستقيل ضابط. وظليت أبحث عن عمل اللي بعد الصدفة كان الله يرحمه صلاح المدني من العوائل اللي نعرفهم. عائلته صديقة زوجته صديقة لنا أهل يعني. فكان في وزارة الدولة للشؤون القانونية اللي رأسها كان الدكتور حسين البحارنة هو كان مدير عام. فيبون سيدات أو يبون موظفين قانونيين سواء رجال أو نساء. فأنا عرضت يعني أوراقي عليهم فقبلني الدكتور حسين البحارنة. كنت باحثة قانونية هنا. اشتغلت حضرتك باحثة قانونية في وزارة الدولة للشؤون القانونية. في وزارة الدولة للشؤون القانونية. كان بداية المجلس الوطني. كان بداية إنشاء الإعداد يعني إعداد الدستور. يعني أنا حضرت في فترة عملي في الوزارة إعداد دستور 73 إنشاء المجلس الوطني الانتخابات الأول انتخابات في البحرين للمجلس الوطني. حضرت جلسات المجلس الوطني وحضرت وعاصرت الفترة أو الإجراءات اللي تمت لحل المجلس الوطني لأن كنت في وزارة الدولة المطبخ القانوني للإجراءات كلها اللي تمت سواء من إعداد الدستور تشكيل المجلس الوطني الانتخابات المجلس الوطني ومن ثم حل المجلس الوطني وإيقاف العمل ببعض أحكام الدستور عام 1973. هذه كل الوقائع دي أنا عاشرتها معاشرة يعني عن قرب. أنا لما اشتغلت في وزارة الدولة للشؤون القانونية وعاصرت أحداث واستفدت كان في خبراء مصريين من أحسن الخبراء كان يستعين فيهم الدكتور حسين البحارنة سواء من القضاء المصري أو من مجلس الدولة المصري. فكان يبون نخبة الخبراء استفدت منهم. حتى كان واحد من أسباب الخلاف اللي كان بيني وبين حسين البحارنة إن أنا دائماً ملازم الخبراء. لكن لدينا اللي أنا أستفيد منهم ما رقاني 3 سنين ما رقاني رقوا كل اللي موجودين أنا ما رقاني يكون خلافك معك مو يعني عدم توائم يعني أنت حضرتك مصممة على شيء يعني أنا أبي أستفيد يعني هو بعد في فترة من الفترات كان يأخذني معاه اجتماعات التحضيرية لقانون العمل لقانون الشركات لقانون القوانين اللي كانت تصدر في البحرين بس ما ياخذني كباحثة قانونية ياخذني بصف كأني سكرتيرة له فبتدي مش عاجبتك وأنا ما عاجبني هذا يعني ففهمتني يعني هو ماخذني يوديني استفيد أنا بس بطريقتي مو بالطريقة اللي هو يبيها. هو يعني يظهرني كأني أنا مظهر السكرتيرة. فأذكر في واحدة من آخر اجتماع حضرته كان في قانون العمل كان الله يرحمه الشيخ عيسى بن محمد اللي كان وزير العمل ثم وزير العدل طلب مني ان اعمل الحضور للاعضاء طلبوا شاي فقام قال لي سوي لهم يعني امرني انا اسوي لهم. طلعت ما رجعت على الشيخ عيسى لما شافني عقب قال انا قلت له ما بترجعين
فهم 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 ما جايتك انا كسكرتيره، انا جايتك بحثه قانونيه. صح. يا املي مكانك بحثه قانونيه سكرتيره بامشي. صح. وكنت اقول له يعني كنت اقول له يعني دائما هو يبيني اكون انا يعني يظهرني مظهر السكرتيره، انا لسه سكرتيره، انا باحثه قانونيه. كان اللي ضايقني يمكن بعد يعني كان في بعض الزملاء في وزاره الخارجيه، كنا احنا كلنا في دور واحد الخارجية على وزارة، أنت ما شفت دار الحكومة أول في بداياته، يعني ما كان في انفصال دي وزارة الداخلية دي وزارة الإسكان دي وزارة، لا كلنا حتى مجلس الوزراء موظفينا كلنا في مكان واحد. يعني تشوفني هاي مكتب هني واحد من مكاتب وزارة الخارجية، أنا هني مكتب وزارة الدولة الشؤون القانونية. فكان يقولون إن يعني أنا سكرتيرة مو باحثة قانونية، فكان يضايقني هالكلام. عرفت شلون؟ تمام. فلما شفت ما في فايدة في وزارة الدولة شؤون قانونية قدمت استقالتي، وكانت يعني فرحة من المسؤولين في الوزارة أن أنا مشيت. اتجهت للمحاماة، قدمت طلب للوزير العدل أيامها no comments، ما في يعني ما يردوا عني. فرحت حق الله يرحمه سالم العريض، رجل كن له كل احترام وكل تقدير وإنسان متفتح وسابق عصره، كان المسجل العام. قال لي انا مقتنع ان الان الاوان يكون عندنا محاميات، والنساء في بعض الاماكن لهم متميزهم ولهم تاثيرهم لهم اهميتهم، فانت صبري. قال لي انت لا تزعلين، انت صبري، انا بحاول قد ما اقدر اكتب تقرير ايجابي في بالنسبه لطلبتي، وان شاء الله يعني انا بسعى ورب العالمين معانا. فعقب فترة يمكن سنتين أو سنة وسنة ونص اتصل فيني قال لي قبل طلبك. فهو من ضمن الأسباب الله يرحمه اللي كتبها إن أتخصص في القضايا الشرعية النسائية، هذا اللي خلاهم يقبلون. أوكي. طبعا. يعني هذا من أهم الأسباب. صح. اللي خلى المسؤول في ذاك الوقت يقبل، يقتنع بأن هو يعطيني رخصة محاماة. يعني صدق هي انا لما شفتها كشيت، يعني قلت ليش تحصروني انا مو بطبيبه نساء برضه طلبتي حضرتك. لا بيني وبين نفسي. بيني إيه بس قلت يلا مهم مشكله رخصة. واتجهت الى قلت انا اول المهنه ما في اي نساء فيها، مهنة رجاليه محضه، دخول النساء فيها لاول مره يعني شكل فيها صدمه حتى بالنسبه لي، حتى بالنسبه لاهلي. أمي قالت لي إحنا ما تعودنا بناتنا يدخلون المحاكم، أنت ليش تدخلين المحكمة؟ المحكمة حق الناس اللي يعني تعرف في مشاكل. وبعدين اللي كانوا رواد المحاكم من الطبقة اللي الغير مثقفة. فقلت أحسن شيء أنا قبل لا أروح أغامر أروح أشوف لي محامي أقعد معاه وأطلع من خلاله على سير الإجراءات. فرحت لمكتب المحامي عبد الغني حمزة، عرفني عليه الشاعر عبد الرحمن رفيع الله يرحمه، كان زميلي في العمل في وزارة الدولة الشؤون القانونية، وقال لي إن في محامي اسمه عبد الغني حمزة. رحلة إنسان متفهم، إنسان منفتح، وإنسان بروفيشنال يعني في عمله. فقال لي أنت تشتغلين معاي مثل الرجل. قلت له أنا كذلك، يعني أنا ما بطلب منك أي شيء. ودربني معاه، يعني كنت انزل معاه من لازم الافض الله، يعني كان شنطتي اللي يشيلها. فهمت شلون؟ يعني انا بيني وبين نفسي اطلع للناس ان انا قويه، لكن كنت انا خايفه. خايفه من القضاء، خايفه من الناس، خايفه من المحامين. لما كان مكتب محامي، مكتب المحامين اصغر من هالمكتب، هالمكتب يعتبر يعني ساحه كبيره ما شاء الله. قدها القاعده من هني لهني، محامين ينظرون لي في ناس استخفاف، في ناس يعني يمتحنونك، يعني تعرف يعني يحرجونك. يحرجونك من كل النواحي. فشاف فلما شافوني ان انا في رد فعلي لهم مو بسهله شديده، فالتزموا الحياد المحامين. لكن في بعضهم حتى في بعضهم يعني اساء التصرف، يعني كان بما يعني تيايا المحاكم خذيه، هذه هم يعني تحملي. قضاتنا كان أيامها مصريين، بحرينيين، وأردنيين، وفلسطينيين، وسودانيين. القضاء القضاة حصلت منهم كل
أريحية في التعامل في الاحترام، ما حسيت منهم يعني، لأن عندهم هم يعني جايين من مجتمعات فيها محاميات. فكان الأمور بالنسبة لهم طبيعي، بس هم كانوا ينظرون لي إن أنا أول واحدة بحرينية إن تنزل في المجال دي. وصادف يعني يمكن أنا من حسن الصدف من يعني تدبير رب العالمين محطات مهمة في حياتي، إن كان أول ما اشتغلت مع مكتب المحامي عبد الغني حمزة كان قضية مقتل الصحفي الكبير عبد الله المدني. عبد الغني حمزة صابت ظروفي لازم يسافر، فهو كان منتدب، كانت المتهمين هو عن المتهم الخامس تم انتدابه من الدولة من وزارة الخامس، وهو كان بيسافر. فقال لي تقدرين، قلت هذا امتحان بيني وبين نفسي، بيني وبينك وبيني وبين ربي. والله ألهمني والله يعني ساعدني بكل قوة، كل قوتي في القضية دي. حتى كان الشيخ سليمان المدني أخو عبد الله المدني كان زعلان من المحامين اللي يدافعون عن المتهمين. طبعا لأنه مع أن إحنا كنا منتدبين، فرحت له قلت له شيخ ترى إحنا منتدبين وإحنا الواجب، وأنت تعرف الواجب، وأنت رجل دين وأمامنا رب العالمين وأمامنا أمانة نأديها بما استطعنا فيه من قوة. هذه ديدنا يعني. فكان يعني لما نتكلم يعني تحس فيه يعني يشتاط النار تطلع من عينه. شوف هي في كل جلسة كان فيها مرافعة. أنا من ضمن الأشياء اللي لا أنساها أبدا في حياتي بالنسبة لهالدعوة، في آخر مرافعة ترافعت والكل ترافع. أنا لما انهيت مرافعتي المدعي العام صرخة زلزل المحكمة، قال أنا أبي المحامي لولو العوض تعتذر لي حالا في المحضر وتشطب كل كلمة وردت بشأني في المذكرة. أنا تفوجئت يعني اتخذت مثل ما يقولون. فقام القاضي عبد الرحمن بن جابر قال له فسر كلامك، تعتذر لك عن شنو؟ قال لي هي قالت افتراض المدعي العام الساقط، يعني نسبة له يعني الساقط كأن المدعي العام، هو كان ممثل المدعي العام. فقمت قلت حق القاضي أنا ما قصده وقت افتراضه، لم أقصد المدعي العام، افتراض المدعي العام الساقط. هي جات يمكن في الناحية اللغوية الافتراض الساقط للمدعي العام، بس فجأت افتراض المدعي العام الساقط كأن الصفة جت على المدعي العام. فالقاضي رفض الاحتجاج. تمام. بس زلزلني وزلزل القاعة كله وهو صوت جهور. انت ما لحقت عليه متى يعني. شوف قضايا التجارية والمدنية، أنا ما أحب القضايا الجنائية. أنا بقول لك القضايا الجنائية تتعامل فيها حريات، يعني القضايا المدنية والتجارية تتعامل في أموال. ممكن تنتظر فيها، يمكن الوقت فيها ما يأذيك، لكن القضية اللي فيها حريات إذا حبس متهم وخاصة أنت تعرف إنه هو بريء. سبتني بالضمير. إيه يعني أنا هاي من النوع اللي ما يعني ما أحب القضايا الجنائية، مع إنه ما أقول لك القضايا الجنائية مو بزينة أو مو بحلوة أو يعني أنا في دراستي كنت أخذ أحسن العلامات في الجانب الجنائي. بس ما أحبها لأنها تتعلق بحرية الشخص. ما فيه ما تقدر تنتظر. أصعب قضية في القضايا يعني عندنا وايد قضايا، في القضايا المدنية، في القضايا التجارية، في القضايا الشرعية. أنا في وقت من الأوقات كنت عندي يعني أخذت على عاتقي القضايا الجانب الشرعي لأن كان في ظلم بين للنساء والأطفال. إحنا عاصرنا أنا وزميلتي هيا والشيخة مريم بنت حسن اللي هي نائبة سمو الأميرة، عاصرنا فترة من أصعب الفترات اللي كانت المرأة تواجه فيها مركز غير متكافئ. نعم. أمام القضاء الشرعي. نعم. القضاء الشرعي كان يعني كان لا ينصف المرأة. أوكي. سواء كانت ظالمة أو مظلومة. شوف أنا في خلال ممارستي لمهنة المحاماة كنت ناقدة اجتماعية، يعني ما اقتصرت بس على الجانب المهني في وظيفتي، كنت أنتقد الأوضاع الاجتماعية. لست ناقدة سياسية ولست ناشطة سياسية،
كنت ناشطة اجتماعية، وفرق ما بين السماء والأرض ما بين الناشط السياسي أو الناشط الاجتماعي. ناقد اجتماعي. أنا أنتقد الأوضاع الاجتماعية. محاولة للتغيير للأفضل. للأفضل. نعم. في 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 كل المجالات. نعم. مجال الأحوال الشخصية، مجال القوانين، مجال حتى أنا أتذكر حتى عبد الغني حمزة الله يذكره بالخير، كنت قدمت طلب تفسير، بقول لك يعني كنت طلب تفسير للمحكمة في حكم كان في غموض، فقدمت طلب تفسير. عبد الغني يمكن هو بعد يذكر مذاكرته قال هذه لولو العوض تحاول تكون مشرعة من نوع من الاستخفاف. أنا كيني فخر إن قانون المرافعات لما تعدل نص على دعوة تفسير. فهمت شلون؟ التفسير فذي، إذا بتسألني أقول لك أنا أول واحدة قدمت طلب تفسير لحكم اللي المحامين خذوني علوقة يعني تريقة. فلما هي القانون المرافعات نص على شيء اسمه دعوة التفسير اللي إذا كان صاب الحكم غموض فللخصوم يرجعون لهم بدعوة التفسير. بعد الأشياء من أشياء ثانية هي الشرط الفاسخ الصريح، أنك أنا والشيخة هي رفعنا دعوة إن هذه الدعوة فيها الشرط الفاسخ الصريح، يعني العقد يتلغي من تلقاء نفسه، ما في داعي تروح محكمة ولا داعي تروح تنذره ولا شيء. اجتهاداتنا أنا يكفيني فخر إن هذه الاجتهادات قننها المشرع. فهمتني شلون؟ دعوة تفسير، دعوة الشرط الفاسخ، وفي أمور بعد يعني لما أتذكر الحين يعني أحس بارتياح، أحس يعني أقول على الأقل ساهمنا في شيء. الحفر دي مو سهل، تعب. يعني أنا شوف لما تركت حاتم الزعبي أقول عبد الغني حمزة، شاركت حسن رضي، محامي حسن رضي، فتحنا مكتب مع بعض. اشتغلت في سنة كامل؟ اشتغلت عندها يمكن 3 سنين، ما أتذكر بالسنوات. كان 76 يعني 79 تقريبا. 79 ايه. ابتديت مع في الثمانينات، في بداية 79 تركت، رحت فترة مكتب حسن رضي، فتحنا مكتب. شراكة في المصاريف. بس شفت يعني بعد واجهت شوي صعوبة فتركت، رحت حق مكتب حاتم الزعبي. مكتب حاتم الزعبي ابتديت معاه من سنة 81 إلى 81 إلى 82 تركتهم، 4 سنين تقريبا عندهم. حاتم الزعبي من الرجال القادة في العمل للمحاماة، كان يعطيك الثقة الكاملة، إذا حس فيك إنك أنت قادر يعطيك ثقة الكاملة. أنا أول ما طلع مع مكتب حاتم الزعبي طلعت أنا والشيخة هيا سوينا مكتب شراكة ممتاز لمدة تقريبا 9 سنوات ما شاء الله. وبعدين شفنا يعني كل واحد ممكن يقدر يستقل بروحه. صارت عندنا نوع من يعني تعرف لا ما في عمل ما في خلاف ما في اختلاف يعني فقلنا نشوف أحسن شيء. إنه كنت في بناية حوار. بناية حوار. حوار. في المنطقة الدبلوماسية. الدبلوماسية. ثم إلى بناية الرصيص، هني جينا بس من 4 أشهر 5 أشهر بس. ما شاء الله. هاي ملكنا يعني كان كله أجار هذه ملكي. ما شاء الله. شوف إحنا يعني أنا كنت مثل برجع لك إنه يعني أنا ناشطة اجتماعية. وناقدة اجتماعية، أنتقد القوانين، أنتقد الأوضاع في المحاكم، أنتقد الأوضاع في المجتمع البحريني، أنتقد المرأة البحرينية، أنتقد الرجل البحريني في كل في يعني أنا اليوم تشوفني معاك ممكن بكرة تضد ضدك. يعني أنا مهنتي النصوص مو مهنتي النفوس، النفس والإنسان أنا النصوص، مخاصمتي للنصوص وليس للنفوس، وفي كل مكان أقولها يوما لك وقدك ويوم عليك حسب النص أدور معه إيجابا وسلبا. نعم. عرفت شلون؟ فلما أنا قلت لك عاصرت إعداد الدستور 73، عاصرت انتخابات 73، عاصرت حل المجلس الوطني والوقف العمل بأحكام ببعض أحكام الدستور وليس كل الدستور. عشنا مرحلة قانون أمن الدولة
قانون أمن الدولة يعني رغم كل المساوئ اللي فيه، بس أنا أقول لك كمحامية كقانونية، لم تكن الشرطة يعني تقترب من أي شخص ما له علاقة بالأمور السياسية. أوكي. وهذه كلمة حق تنقال. تنقال طبعا كان خلال فترة السبعينات. أمن الدولة. السبعينات. السبعينات والثمانينات. والثمانينات. إيه. لا يقربون لأي شخص ما له علاقة. يعني مثل ما يقول لا تحك خشم الأسد. بالضبط. فما يعني يعني ما 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 في ما عندهم الخلق الخلق احنا نقول خلق الدعوة وخلق خلق الجريمة. ما عندهم خلق الجريمة. اللي يرتكب الشيء يعني يتعاقب، أما خلق الجريمة لا. لاحظ احنا في دول ثانية عندهم قانون أمن الدولة يختلقون الجريمة، هني المسؤولين في الدولة عن تلك الفترة لم يقربوا هذا المنهج في العمل السياسي. لما ناداني الشيخ عبد الله بن خالد الله يرحمه، هو كان رئيس لجنة إعداد الميثاق، قال لي الأمير اختاركم، أنت من بين المختارين. بيني وبينك أنا صدقش نقبة اجتماعية، لكن أنا كجا مرحبا، يعني أنا لست إلا محامية، يعني ما كان عندي الجاه ولا الصيت ولا الغنى اللي يعني المعايير اللي يتم فيها الاختيار على أساسها. فقلت له إن شاء الله اللي الله قدرنا بنسويه. يعني بعض الزملاء، واحد من الزملاء، وقال لي استقيلي من اللجنة إذا تحترمين مهنتك. قلت له أنت ليش؟ قال أنا بستقيل. قلت له أنت وشأنك، أنت وشأنك استقيل، ما أنا ما تفرض علي رأيك. أنا عسى أن تحبوا شأن وهو شر لك، وعسى أن تحكوا شأن وهو خير لك. أنت كارها يمكن خير، أنا حابته يمكن يكون شر، خلنا نجرب، ما ندري، العلم عند الله. وليش إحنا خذونا؟ يعني أنت محامي وأنا محامية. قال أنا رجل سياسي. قلت له أنا مو برجل، أنا مو بإنسانة سياسية، أنا إنسانة عادية. قال لي لا لك دور لك صيت الذي. قلت له دي في محمل، والمحمل الثاني أشوف أروح، والله إذا عجبني شفت الناس عندهم توجه للتغيير للأحسن كان بها. وضعنا يدنا في يدهم، إحنا شو نبي إلا مصلحة البلد ومصلحة المواطن الدرجة الأولى. ما شفنا في خير، مع السلامة. وقد كان في لجنة إعداد الميثاق شفت رياح التغيير جاية، شميتها. كان أعضاء اللجنة وأقولها بمنتهى الصراحة مشككين بينهم وبين نفسهم، يظهرون بالكلام العلني شيء واللي داخل، وكانوا يرون ريل ويقدمون ريل ويأخرون ريل. أنا قلت لا، فحتى كان في خلاف نظري وفي استنطيخ شو يسمونه في بيزنطي، بيزنطي على من مقدم مشروع الميثاق. يعني خدنا يمكن 3 جلسات يتكلمون بس مصدر المشروع. فأنا يعني سكت جلسة جلستين، كنت أقول حق الدكتورة مريم أسكت، قالت لي سكتين خلنا نشوف. الدكتورة مريم بنت حسن كانت معانا هي برضو. ففي الأخير قلت لهم بقول لكم إحنا في القانون عندنا في قاعدة اسمها التلازم العقلي. أنت تم أنتوا اختاركم من الأمير، في الاختيار يرفقوا لكم مشروع إعداد الميثاق، صح ولا مو صح؟ صح. يعني الميثاق ده من مين؟ من الديوان الملكي، الديوان الأميري. ديوان الأميري. يا ما سكتوا هدأوا. كان كل واحد يبي يجيب لنا مشروع وتقدمه واحد مشروع، وإحنا كان يعني اللجنة كانت تضم كل التيارات السياسية اللي في البحرين معروفة في هاللجنة. نعم. وزراء، جمعيات تنظيم سياسية، جمعيات تعاون اجتماعية، جمعيات نسائية، يعني كل المجتمع البحريني بكل اختلافاته بكل توجهاته في هاللجنة. يعني كان تشكيلة يحمد لها من تم تشكيل هذه اللجنة. تمام. يعني ياب يعصر الفكر البحريني كله. الإصلاح في أراد الملك كان إصلاح في المقام الأول سياسي، لكن بعد كان يواكب إصلاح اجتماعي. لأن لاحظ إطلاق سراح الموقوفين، عودة المبعدين، المكرمات اللي الملك بذلها في أثناء إعداد الميثاق، فذي يعني في المقام الأول تحديث أو تغيير سياسي،
واكبة برامج اجتماعية وتحديث اجتماعي وتحديث اقتصادي وتحديث حتى ثقافي. يعني لما انتهت لجنة إعداد المشروع الميثاق من مهامها، فوجئت ان انا تم تعييني او تم اختياري في لجنة تفعيل الميثاق، اللي هي القوانين اللي مفروض تتعدل او تصدر بناء على الميثاق. وكان دي طبعا شرف لي، حظيت بفرصة اللقاء المباشر مع ولي العهد وقريت افكاره. فدي الفرصة تخليك انت يعني ذن المسؤولين نادر ما تشوفهم، فلما تقعد معاه بكل اريحية لمناقشة قوانين تفصيلية، فشوف توجه الشخص اللي هو يمثل الحاكم وين يتولى حكم البحر في المستقبل. لا فتقرأ وانا بعد في نفس الوقت يعني قارئة للتوجهات الانسان. ففرصة تفعيل الميثاق اعطتني فرصة كبيرة ان انا اقرأ ولي العهد وقارن بما سبقه، عرفت شلون؟ يعني ولي العهد عنده طموح يتجاوز حتى التطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في الدولة. يعني عنده طموح انه يصل بالبحرين الى 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 نقطة لم يصل اليها احد في منطقتنا، عرفت شلون؟ وطموحه به يتجاوز طموح كل المحيطين اللي معاه ومحيط دول مجلس التعاون. يعني انسان يعني انا افسر انه من حبه للبحرين، من حبه لكل فئات مش البحر. والنتيجه بعد الميزه اللي يعني اللي لمست على ولي العهد انه هو ما في عنده اي تفرقه ما بين ابناء البحرينيين. يعني هذه ميزه إذا كانت في عقلية الحاكم البلد يسلم. إذا كان الحاكم أو الممثل يعني واحد على مستوى ولي العهد، أنا أعتبره يعني نائب الحاكم، إنه ما يفرق بين أفراد المجتمع البحريني لا من ناحية العرقية ولا الاجتماعية ولا الطبقية، فإحنا في خير. يعني قد هو يكون له توجهات من ناحية التعليم اللي في ذاك المرحلة البحرين، يعني التوجهات الخاصة بالتعليم التي لا تتواكب مع مخرجات تعليمنا الحكومي. نعم. عرفت شلون؟ لا. يعني هذه في فجوة ما بين توجهات ولي العهد في شأن التعليم وما بين مخرجات التعليم في الجانب الحكومي، خاصة بالنسبة للأولاد، تعليم الأولاد. لا. لأن في مفارقات كبيرة. البحرين الحين قدرت تتجاوز بشكل بحد الى حد ما العقبات اللي تواجهها في التعليم الحكومي. المجلس الاعلى للمراه دي واحده من المحطات. انا يعني لما كنت اخترت مهنه المحاماه واخترت ودخلت معترك الاعداد الميثاق وتفعيل الميثاق والنقد الاجتماعي، لم يكن في يوم من الايام يخطر على بالي ان انا أصل إلى درجة وظيفية معينة. أنا اخترت الحياة الحرة، يعني المهنة الحرة، وتعرف المحامين اتصلت فيني إحدى صديقاتي قالت لي صاحبة السمو كان عقب ما تولت الملك الحكم تبي تسوي لقاءات مع النساء. فرحت فشفتها سيدة منتهى الثقافة، منتهى الحنكة، منتهى الأريحية، لا تحسسك إنها هي زوجة حاكم. هذا عقب ما الشيخ حمد صار أمير، يعني هذيك الساعة كانت لما استدعتنا كانت زوجة حاكم ليست زوجة ولي عهد. ومنتهى يعني شخصية تفاجأت فيها وخذيت راحتي، لم أنطق بكلمة بس في شعور بالأريحية داخلي. في أول اجتماع ردت، سوت اجتماع ثاني بعد نادتني صديقتي ذي قالت لي بعد الشيخة تبيك رحنا ثاني ثالث رابع اجتماع. قلت يعني أنا العنصر الدائم مع صديقتي، العنصر الدائم في هذه الحلقات النقاشية. لما بعدين في آخر شيء قالت إن هي
كان بتنشا مشروع للمرأة البحرينية، وطرحت ملامح الأولية المبدئية، وبعدين قالت أنا بسوي لجنة إعداد مشروع المجلس، طرحت بسوي لجنة إعداد مشروع المجلس الأعلى للمرأة كملامح أولية. وكنت أنا في هاللجنة ومعي صديقتي، كنا إحنا كم اللي كرمتهم الشيخة آخر مرة في آخر احتفالية، نيرة فخرو، مريم الخليفة، عايشة مطلع، يعني كم ذكرهم، ندى حفاظ، سوتنا لجنة إعداد مشروع المجلس الأعلى للمرأة. كنتوا كم تقريبا؟ أنا مريم، ندى، منيرة، عايشة، منيرة فخرو، منيرة فخرو، فاطمة، فاطمة البلوشي، يمكن ست سبعة، ستة يمكن. تم تكريمنا آخر مرة الشيخة كرمتنا. وعدلنا المشروع وقدمنا لها، وقدمت لجلالة الملك ووافق عليه. فاتصلت فيني ذي صديقتي اللي هي دائما على التواصل، قالت لي ترى تم اختيارك أمين عام. لا من أمن الساعة، قالت لي إيه. كان ذيك الساعة درجة مو الدرجة الوظيفية مو واضحة يعني. فعقب قالوا لي إن أنتي درجة وزير، وكان هذه الدرجة الوظيفية ذي كانت لأول مرة في الدول الخليجية. ما شاء الله. وهذا يعني تعتبر شرف وإنجاز لحضرتك، شرف يضاف للسيرة الذاتية بتاعت حضرتك من جلالة الملك لي. يعني تشريف له. كم سنة حضرتك؟ 2001 نهاية نوفمبر 2001 بعد تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، بعد إعلان. تم لي حضرتك المجلس الأعلى للمرأة، وكان عندكم دور كبير دور في النهوض بالمرأة البحرينية. كان دورنا في التأسيس دور مو بسهل يعني، وكان بتوجيهات سموها، كانت سموها يعني كانت أو شو أقول لك، امرأة يعني جادة ومثابرة وصبورة، وإحنا خدنا المثابرة والجدية والصبر منها. ممتاز. يعني ثلاثة معايير كانت تحكم عملنا: الجدية والمثابرة والصبر. ما شاء الله. مجلس الشورى أنا لأن كنت شوف أمين عام مجلس الأعلى، وفي نفس الوقت رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية. نعم. معهد البحرين للتنمية السياسية، قبل لا أتخلف، معهد البحرين للتنمية السياسية موضوعه ومجاله والعمل فيه يختلف اختلاف كلي عن المجلس الأعلى. أنت تتعامل مع نمور. ما شاء الله. نمور بفعل معنى الكلمة. نمور سياسية. أعضاء مجلس رئيس مجلس الأمناء على مجلس إدارة الأمناء. إيه، والناس اللي تتعامل معهم الجمعيات السياسية. أنت تتعامل مع جمعيات سياسية، وجمعيات سياسية جاية في فترة من الفترات تبدي يا أنا يا أنت. إيه، بعد إقرار الميثاق شفت المشاكل اللي يعني طلعت بعد إقرار الميثاق وبعد الدستور، تعديلات الدستورية، كانوا الجمعيات السياسية مو راضين عن التعديلات الدستورية. تعرفوا، وكلهم جمعيات توجههم السياسي توجه ديني بالضبط، يعني يحكمهم الفقيه، وكان عندهم نهج سياسي، كان منهج سياسي من ديني. نعم. المنهج السياسي اذا تداخل مع النهج الديني من اصعب الامور. لا تستطيع تفكيكه بالمره. يعني المنهج السياسي او الراي السياسي اذا كان مجرد راي سياسي سهل تعامل معه، لكن اذا اختلط مع الدين لا يمكن، صار عقيده بالضبط. فصار اعضاء او رفاقه اصحابه لا يفرقوا ما بين ما هو سياسي وما بين ما هو ديني. وانا في معهد التنميه السياسيه اواجه من يحملون هذا التوجهين مع بعض، وفي نفس الوقت الجمعيات السياسيه المعارضه منهجيتها الزواجيه ديني وسياسي. فكيف تتعامل مع هؤلاء؟ يعني أنا لما أسوي مفارقة ما بين مرحلة عملي في المجلس وعملي في معهد التنمية السياسية لا يلتقيان، ما في يعني حضرتك واجهتي صعوبات في معهد المعهد أصلا خلقه فترة خلقه وفترة تأسيسه هي فترة المشاكل، فترة الاعتراض. وانا قدرت يعني بما يعني الله مكنني فيه ان المجلس قدرنا نصير فيه توافق وتنسيق داخلي، بس بعد عناء. يعني مو بسهل. صارت مشكلتنا مع الجمعيات السياسيه.
يا ان المعهد القومي للNDI اللي تابع للحزب الديمقراطي في امريكا. ايوه عمل عمايل. فيعني انت ما بين ترتب امورك الداخليه وتواجه التحديات الداخليه والخارجيه. كان مشكلتنا مع فوزي جليب اللي هو مندوب معهد الNDI فعمل لنا يعني كان يعني يدخل في المجتمع البحرين ويفرق. أوكي. يعني عامل تفريق وليس عامل جمع. فذي كان يدخل في النسيج المجتمع البحريني يفرق ويفتن. كان دورهم يروحون يشوفون في الدول العربية وفي الصفة الخليجية كانت البحرين محور لهم. وين مواطن اللي فيه توتر اجتماعي توتر ديني توتر سياسي ويدخلون يغذونه ويزيدونه. تمام. فتواجهت مشاكل ما بين ترتيب بيتي الداخلي وترتيب تعاملنا مع الجمعيات السياسية وتعاملنا مع المنظمات أو العالم الآخر اللي هي على رأسه الحزب الديمقراطي الحاكم في أمريكا. مجلس الشورى طبعا عقب ما يعني انتهت علاقتي مع مجلس الأعلى مع المعهد التنمية السياسية تم اختياري في مجلس الشورى. ومجلس الشورى أنا كعمل حبيته. عمل يعني تعرف عمل قانوني مجلس الشورى هي يعني وهو أحد ثمار مشروع الإصلاحي. وعمل قانوني صرف تعرف يعني إحنا نظام المجلس ونظام الدستور ونظام المجلسين يعني واضح اختصاص مجلس الشورى اختصاص مجلس النواب وهو يعني هو المفروض يفرمل ما يتجاوز فيه مجلس النواب يعني كنقطة أمان للتشريعات ولسياسات الدولة الداخلية أو الخارجية. في فترة أنا عاصرتها أنه أعضاء مجلس الشورى كانوا أعضاء أقوياء. فهمتني شلون؟ يعني متمكنين كل واحد لا تخصصه لكن متمكن. جمال فخرو واحد منهم خالد هذا اللي ما زالوا يعني انا اتكلم لك عن الناس اللي مشوا لا اللي كانوا موجودين اللي موجود اللي يعني حسيت فيهم كلهم في مجاله فاهم قوه وحتى لو ما كان قانوني لكن يعطيك الجانب العملي في التشريعات